29/10/2012، قرية كنسبة المدمرة. هنا سقط أحد الصواريخ التي أطلقت من مرصد باتي على هذه القرية، ومعنا الآن أحد عناصر كتيبة الشهيد أنس الشيخ عثمان أبو يامن. تفضل أخي. كنا جالسين في المقر وإذ بصاروخ، صوت انفجار قوي جدا من برج مباتي، هذا البرج الذي يقوم بالقصف ليلا نهارا على منطقة كنسبة وعلى القرى المحيطة بها. فرأينا آثار الدمار في أحد المنازل، قمنا بالدخول إلى المنزل من أجل إنقاذ من يوجد في داخل المنزل. قمنا بإخراج 3 أطفال، حالاتهم خطيرة جدا، ما بنعرف بالضبط. وهناك نساء اثنان والأب صاحب المنزل. قمنا بإرسالهم إلى تركيا، حالاتهم خطيرة جدا. تفاجأنا بسقوط الصاروخ في منتصف المنزل في هذه المنطقة. الشظايا توزعت على كافة أرجاء المنزل، لا زجاج، لا أبواب، ولا شيء يوجد في المنزل، وهذه آثار الدمار واضحة جدا. الله يعطيك العافية.